بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الزملاء والزميلات، باسمكم جميعا نرحب بسعادة النقيب الأستاذ سامع عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، كما نرحب بالسادة الضيوف الزملاء الأعزاء الأفاضل أعضاء النقابة العامة جميعا، كل من شرفنا بالحضور. أيضا نرحب بكل من أتى إلى هنا حتى لو لم يذكر اسمه، كما نرحب بالسادة النقباء الفرعيات الذين أتوا إلى هنا وشاركونا اليوم. أنا أعلم أن الكل في انتظار كلمة السيد النقيب، وأنا أعلم أن هناك الكثير من الأسئلة، أعتقد أنها جاوزت عن 50 أو 60 سؤال أمامه، وأعلم أنه من الذكاء أن نترك له الوقت لكي يتحدث ونسمع ونستمع، وكلما سألناه أو تساءلنا عنه أمامه الآن. لكن يا فخامة النقيب، اسمح لي أن أنقل خلال هذا الشهر فقط تحيات بعض الجزئيات من عندي في محافظة قنا. اسمح لي أن أنقل تحيات وامتنان وشكر نقابة المحامين بأبو الضش، فلقد تم انتهاء من استراحة وتجهيزها وتأسيسها، وستفتتح خلال أيام، وقد وافقت حضراتكم خلال 3 أشهر الماضية عليها. كما تسمح لي أن أنقل تحيات نقابة المحامين بفرشوط، فقد بدأوا في تجديد النادي منذ 2 أو 3 أيام. كما أنقل لحضراتكم تحية نقابة المحامين بقوس، فقد وافقتم على عمل استراحة لها وجاري حاليا العمل بها. كما أنقل لحضراتكم تحية نقابة المحامين بالوقف، فلقد بالفعل تم الافتتاح والتأسيس وكل شيء، والحمد لله على ما يرام. كما أنقل لحضراتكم موافقة المستشار رئيس محكمة قنا الابتدائية أمس الأول فقط على اللي جاية فيها مطلب بعد إذنك، على الموافقة على عمل استراحة جديدة بمحكمة نجا حمادي تتكون من غرفتين، وسنقدم لمعاليكم خلال الأيام القادمة الطلب لتأسيس هذه الاستراحة الجديدة. ولم نطلب، وأقولها بكلمة صادقة وبشفافية حقيقية، لم نطلب من السيد النقيب طلبا إلا وفاه، ولم نلتمس له أو نطلب إليه أي شيء خاص بنقابة المحامين بقنا. لم يرفض لنا طلبا، بل يتدخل معنا في كل كبيرة وصغيرة ويناقش، ثم يأتي في النهاية الإجابة بالطلبات. هذه شهادة حق أقولها لوجه الله. لكن هناك بعض المشاكل يا معالي النقيب بالنسبة لنا، هي قد تكون عندنا وفي الأقصر وفي أسوان، وهي بعض المشاكل المتعلقة بالعلاج أو المستشفيات، وأنا أعتقد أنها مشاكل إدارية بالمقام الأول وليست مشاكل نقابية، وتتطلب بعض الحلول مثل سرعة الاستجابة بالنسبة للمطالبات، تجديد كثير من المستشفيات التي ترفض التعامل معنا. ولقد وافقت حضراتكم على أن نقوم بنقابة المحامين الفرعية بقنا استثناء بسداد ما يخص الأطباء، ثم نقوم بطلب ذلك من النقابة العامة. أيضا هناك أسئلة في ذهن الزملاء في قنا تحديدا بالنسبة إلى القيمة المضافة، وأعتقد أن حضراتكم خير من يتحدث عنها. باسمكم جميعا أشكر كل من حضر هذا اليوم وهذا الاحتفال وشرف محافظة قنا من أبو طش إلى قوس، ونحن نرحب بكم جميعا، وأهلا وسهلا بكم في بيتكم، في نقابتكم، نقابة قنا. ومرة أخرى أرحب بكم جميعا، وأعتذر إن لم يذكر اسم أي أحد في الترحيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.